العقبات اللي بتخلي الانسان ما يتصدقش ان هو بيبقى حاسس ان المال اللي دفعه ده جه من تعب ومن شغل، فممكن مجهود التعب والشغل اللي عمله عشان ياخد بسببه المال ده راح كده بمنتهى البساطه ان هو دفع الفلوس لواحد فقير. طول الفكر في بكره، هعمل ايه في بكره والزمن والمستقبل وان مفيش فلوس وان الزمن اللي احنا بقينا فيه دوت بقينا محتاجين كل قرش وكل مليم علشان اجيب اللي نفسي فيه واحقق حلمي، ونسينا ان الاحلام بتتحقق في الجنه مش في الدنيا. فكره عدم يقين برضو وعدم ثقه في الله ان ربنا هيستبدله وهيعوضه دايما خير وان هو مش هيضطر ان هو يبقى محتاج. العقبات اللي تخلي اي واحد ما يصدقش ان هو ينشغل اكتر بالدنيا، يبقى مهتم اكتر بفكره ان هو يكنس فلوس او يحوش فلوس ومعاه فلوس اكتر واكتر وفلوس تزيد عشان يحس بالامان الاجتماعي. احنا نسينا ان المستقبل بايد ربنا، فطول ما احنا بنتصدق وبنساعد الناس اللي رزقنا دلوقتي هيرزقنا في المستقبل. ان الدنيا في قلبه كبيره، ان انا ماسك في الحاجه قوي ومش عايزه اسيبها ومش واخد بالي ان كل حاجه يعني بتاعت ربنا وربنا هو الرزاق، لو دي اديتها ربنا هيديني احسن منها، فالدنيا في قلب كبيره. العقبات اللي بتقف ما بيننا وبين ان احنا نتصدق خوفنا من الفقر، وان احنا مش واثقين من ربنا، مش ما عندناش يقين ان ربنا هينجينا. العقبات ان هو ما يكونش عنده يقين ان ربنا هيخلف عليه بدلها، يعني انا لازم يكون عندي يقين في ربنا ان هو انا لما هطلع حاجه لا ربنا هيعوضها لي. يعني بيفكر في حاجات الدنيا بقى، ان انا بيتي محتاجه او اولادي محتاجين ان انا اجيب لهم حاجه، افكر شويه قبل ما اطلع الحاجه زي كده. لكن لو الانسان ادرك ان ربنا هيعوضه عن المال اللي هيطلعه ده باكتر او هيجعله بركه في المال القليل، اكيد هيعملها بدون اي شك.